وارحب باستاذ متناجي ابراهيم رئيس جهاز تعمير سينا. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا يوسف، وكل سنه وانتم طيبين ومصر كلها بخير. وانا سعيد ان انا معاك وبتفرج على التقرير الممتاز اللي بينقل صوره واقعيه وحقيقيه عن سينا وما تم تنفيذه فيها في خلال 10 سنين اللي يكاد يصل الى المعجزه. والله يا ناجي بيه، يعني اولا انا اشكرك لان انا اللي اتشرف، اتنين زي ما نقول كده العيد عيدك، الحاجة الثالثة هو التقرير بذل فيه جهد رائع من المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وزملائي الأعزاء الحقيقة بذلوا برضو جهد رائع جدا في إن احنا نقدر نعرضه بهذا الشكل. بس هنا هدخل بقى بإنه العيد عيدك، عملنا كل ده إزاي في 10 سنين بس يا ناجي بيه؟ هو في بس بعد إذن سعادتك تصحيح بسيط. أرجوك تفضل. أنا المهندس ناجي إبراهيم محمد، رئيس منطقة تعمير شمال سينا. شمال سينا، أيوة. اللي جاهزة لجهاز تابعة لجهاز تعمير سينا. تابعة للجهاز، مظبوط. إحقاقا للحق لأن رئيس جهاز تعمير سينا اللي هو وائل مصطفى. طبعا. رئيس جهاز تعمير غني عن التعريف طبعا. سعادتك بالنسبة ده تم إزاي؟ زي ما قلت لحضرتك في إرادة سياسية من 2014 كانت بتشتمل عن مشروع قومي متكامل اعلان السيد الرئيس في 2014، مشروع قومي متكامل لحمايه وتنميه شبه جزيره سيناء على كافه الاصعده، حيث ان الاراده السياسيه بترى ان حمايه سيناء ووضعها الامني وخصوصا وضعها الاستراتيجي الجغرافي المميز اللي بربط بالبحر المتوسط وقناه السويس وخليج السويس والعقبه، فضلت عاميتها الاستراتيجيه للامن القومي المصري، ادى الى ان انبثق منها سياسه التنميه بتاعتها وحمايتها ازاي؟ ان ليست حمايتها فقط من على الوضع الامني بتطهيرها من الارهاب، طبعا بفضل اخواتنا بفضل الله وقواتنا المسلحه والشرطه الباسله واخواننا واهالينا المواطنين الشرفاء في سيناء، ولكن ايضا تنميتها حيث لا تترك فراغ جغرافي يطمع فيه الطامعون كما حدث قبل 2011. صح. واللي حدث في احداث 2011. فأصبح مشروع قومي متكامل لحمايتها من طريق تنمية سيناء بعد تطهيرها من الإرهاب، إنشاء مدن جديدة، مشروعات تنموية، مشروعات متنوعة في القطاعات السياحية، زراعية، تجارية، مد جسور التنمية ما ليست في سيناء فقط ولكن سيناء بالدلتا بربطها بباقي المحافظات. لو بدأنا إن تنمية سيناء يا فندم بدأت من الضفة الغربية للقناة والضفة الشرقية، من تنمية محور قناة السويس، تنمية المدن من عند الأنفاق والكباري، ولو قعدنا نتكلم عن تنمية سيناء هنبدأ في المحاور ومد جسور التعاون ومد جسور الربط بين سيناء وأهالينا وباقي المدن والمحافظات. أصبح النهارده في أكثر من 6 أنفاق، عندنا كباري عائمة، عندنا طرق عملاقة ربطت سيناء، حيث تم تنفيذ في العشر سنين دول أكثر من 5000 كيلو من الطرق والأنفاق تم تنفيذها، رفع كفائتها. عندنا طريق النفق طابة، طريق المحور 30 يونيو، 8 موانئ بحرية عملاقة منها نويبع، منها بورسعيد، منها السخنة، منافذ برية وفي طابة وفي رفح وفي العوجة. عندنا النهاردة يا فندم طريق رفح، طريق السكة الحديد واللي هيتم بإذن الله افتتاحه أول مرحلة فيه من القاهرة إلى بير العبد. النهاردة لو دخلنا كمان انتوا بيتعمل عندكم كمان بيتعمل عندكم كمان خط سكة حديد يطلع من طابة لحد العريش، من طبعا لحد العريش ده المرحلة اللي هتستكمل حيث يكون من القاهرة حتى يوصل طابة بإذن الله. يا عيني. وتنمية سينا وشمال سينا. شغل مبهر يا باشمهندس ناجي بصراحة، ويمكن أكتر حاجة مسببة لي إبهار مش حجم الشغل بس، حجم الشغل وارتباطه بإنه 10 سنين، وفي ظل العشر سنين دول كنت أنا كمان بحارب الإرهاب. أنا بشكرك جدا مهندس ناجي إبراهيم، كل الشكر لحضرتك، ألف ألف مليون شكر وألف مبروك مرة تانية، وعيد تحرير سيناء سعيد. طيب.